يساهم دمج الوزارات في تقسيم المهام والأدوار إلى تيسير المتابعة الدقيقة للمهام المنوط بها كل وزارة. يهدف دمج الوزارات بشكل عام إلى تحقيق تكامل أكبر بين السياسات ذات الصلة وتعزيز التعاون بين الوزارات وتقليل التعارض في السياسات وتعظيم الموارد، بما ينعكس على القدرة على الفاعلية في تنفيذ السياسات ذات التأثير المباشر على المواطن.